رجعنا النقطة اللي بنتكلم فيها كل مرة والناس بتزعل مننا. استثمار الفنكوش المنتشر بقاله فترة اللي ما حققش للرياضة المصرية. قطاعات الناشئين والحاجات دي ولا لا، اللي هي ايه؟ انه اندية طلعت في السوق وفي الروستر الرياضي لم تحقق شيء للرياضة المصرية سوى حاجة واحدة بس، رفعت أسعار اللاعبين. أوكي. يعني في أندية الناس كلها عارفاها حتى من غير ما نذكر أسماء، الناس كلها عارفاها في البيوت، هيرددوا أسماءها واحنا قاعدين دلوقتي. أندية لم تضع طوبة واحدة في ملعب، في مدرج، في نجيلة، ما عملوش ملعب نجيل صناعي حتى. حلو الموضوع ده فعلا. صحيح. ما حققوش اي شيء. اصل خلي بالك يا كابتن اسامه، ما هو الاستثمار الرياضي؟ استثمار الرياضي فرع زي التجمع، فرع زي بالظبط ان انت تعمل بنيه تحتيه في المقام الاول، صحيح، ثم بنيه رياضيه، صحيح، او دور رياضي، صحيح، ودور اجتماعي ودور تربوي. انديه الاستثمار الحمد لله ما شاء الله الحاجه جميله جدا، ما فيش اي دور مجتمعي، ما فيش اي دور اجتماعي، ما فيش اي دور رياضي، ما فيش بنيه تحتيه اتبنت. انا كنت اتمنى يا كابتن اسلام انه لما احنا ننادي بالاستثمار الرياضي ان احنا نطالب من الانديه اللي تطلع على السوق وفي الساحه انها تبني استاد، على فكره تبني اوضه لبس، حتى تبني ملعب، تنزل المحافظات تبني، صحيح، تعمل ملاعب. على فكره انا هنا وانا لا اتكلم عن نادي بعينه، ومحمود نفس الكلام او عبد الحكيم نفس الكلام، احنا هنا زي ما حضراتكم عارفين دايما بيبقى عندنا كل اسبوع قضيه بنناقش فيها مثل هذه الامور. اعتقد ان احنا يجب ان نضع هذا الامر، وده ضروري. انا بقول لاصدقائي وزملائي في الاعداد ان احنا محتاجين ان احنا نتكلم في هذا الامر ونعمله قضيه بقى، ونجيب حد من الانديه الاستثماريه اللي احنا بنسمع عنها، نجيب حد نسمع برضو. انا دايما في مثل هذه الاوقات بجيب كل الاراء. انا قلتها وقررها مع حضرتك. اتفضل. انا مستعد لمناظره مع اي مسؤول ومع اي شخص مناصر لفكره الاستثمار الرياضي في مصر بالطريقه اللي بتتعمل دلوقتي. انا مستعد للمناظره دي لسبب بسيط جدا. انت ما تعرفش الارقام يا محمود برضو، ما هو اصل خلي بالك في الاخر ممكن طبعا يجي يقول لك انت ما تعرفش ارقام، انت بتتكلم في ارقام. لا اعرف ارقام طبعا. اعرف ارقام مرعبه. اوكي. اعرف نادي صرف 350 مليون جنيه في عقود اللعيبه السنه اللي فاتت لم يحقق اي شيء. اعرف انديه يعني أخرى. عندك ورق بالكلام ده ولا هو؟ طبعا. اوكي. اعرف انديه بتصرف مكافئات الماتشات بس بارقام خياليه لم تحقق شيء للرياضه المصريه. اعرف انديه بتبيع الوهم للناس ومفيش اي تاثير ليها في المنتخبات المصريه. بمعنى لما تيجي تكلمنا عن نادي زي النادي الاهلي او الانديه الكبيره العريقه في مصر، لا تاثير في المنتخبات، صحيح، في الكوره وفي الهاندبول وفي الفولي وفي الباسكت وغيره 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 وغيره، في كل الالعاب. انديه الاستثمار الرياضي المنتشره دلوقتي ولا بتظهر دلوقتي انا معترض عليها لسبب بسيط جدا، ان ملهاش اي تاثير في المنتخبات المصريه. معلش، هي مره تانية برضه هو محمود هنا لا يقصد نادي بعينه، او هو بيتكلم هنا انديه الاستثمار اللي بتظهر وبتبيع الوهم. على فكره للناس. انا بقول كده لتقويم الامر، بمعنى وليس ضد احد. ايوه، انا عاوزهم يبقوا مؤثرين في المجتمع. ما شفتش نادي فيهم يا كابتن اسلام عمل فرع زي التجمع الخامس مثلا، فرع الاهلي في التجمع. انا نفسي الانديه دي يبقى لها دور في البنيه التحتيه، تعمل انديه اجتماعيه زي ما هو وعد. هضيف كلمه عليك واسيب لك تكمل. لا ضيف. هو يا كابتن اسلام الصالات المغطاه اللي في النادي الاهلي في الجزيره مش ممكن يجي المنتخبات دي تتمرن عليها وتلعب عليها ماتشات؟ ممكن. هو مش بيحصل. تمام. هو بيحصل. الصالات اللي اتعملت في فرع الشيخ زايد الجديده، جمباز وحاجات زي كده، مش ممكن تتلعب عليها بطولات؟ يلعب. طيب ما هو ده المفروض الاستثمار اللي انت بتتكلم عليه، ده اللي محمود يقصده. مظبوط. ايوه. لا انا فاهم في دي، انا فاهم في النقطه دي. ان انت تضيف للبنيه التحتيه في مصر ما يؤهلك انك تكون لما تيجي تلعب بطوله افريقيا مثلا للجمباز، وتيجي مثلا استاد القاهره في صيانه مثلا، تقول ان اروح العب في النادي الاهلي، يستضيف البطوله ما يستضيفهاش، عندك مجمع عالمي. عارف لو حصل ده يا كابتن اسلام كلنا هنضرب تعظيم سلام للانديه الجديده والاستثماريه. صحيح. كلنا ليه؟ هيبقى في فرحه بوجودهم. مش زعل من وجودهم. الزعل من وجودهم ليه؟ لان انت بترفع قيمه. أيوة. اللاعب بدون ان تكون هذه هي القيمه الحقيقيه بغض النظر عن ما بتكلمش على حد. هذا الامر وهذا الملف هيوديك لملف اخطر. وانا اتكلمت فيه قبل كده ومن المنبر بتاع حضرتك المحترم ده، لازم يتم فتح هذا الملف. الناس اللي بتطالب النادي الاهلي بالحصد كل البطولات وعدم التفريط في نقطه واحده وغيره من الانديه، لازم هو بيطالبوا بده يبصوا على حاجه اهم اللي اسمها اللعب المالي النظيف. يا سيدي تاني. طبعا انا قلت تاني. الموضوع ده في بدايه سنتين. الموسم اللي فات يعني الموسم اللي فات هنا والدنيا قامت وما قعدتش. يا كابتن ايه هو اللعب المالي النظيف؟ المدخلات والمخرجات. قد اللي طالع. طيب. النادي الاهلي اللي داخل قد اللي طالع. لا ده كمان ممكن يا عم اديهم فائض 20% مثلا. بص اكتر من كده؟ يعني خساره 20% لمن لا يعلم. حبيبي انت هنا انت لا تطبق موضوع التراخيص، انت عندك
والله انا لا اتكلم عن احد، ولكن انا بتكلم عن وضع في كره القدم المصريه، ان هناك انديه بتايد لعبتها وهي عليها ملايين كتيره جدا عشان تدفع وبتايد لعبتها. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ لا بص، ده خد الاكتر، خد الاكتر. طب فتقول لي لاعب المالي نقطتين اثنين يا كابتن اسلام، نقطتين اثنين. النقطه الاولانيه انه النادي الاهلي وزيه من الانديه الحكوميه المصريه بتخضع للجهاز المركزي المحاسبات، رقابه الجهاز، وفي حاجه اسمها الميزانيه السنويه الاهلي بيعدها وبيطرحها على الجماهير، على الاقل بتخضع للمراقبه، مراقبه وتفتيش. تمام، الانديه الاستثماريه ما تحصلش معاها كده، ده رقم واحد. رقم اثنين وده الاهم، وانا بقول طالب بقى، انا ما عنديش فكره الحقيقه في النقطه دي. لا يعني ما بيخضعوش يا كابتن، لا يخضعوش الجهاز المركزي المحاسبات، حاجه خاصه، دي حاجه خاصه بيه. يعني هو هيجي يفتش عليه ازاي؟ الحاجه الثانيه اي عقد في النادي الاهلي لاي لاعب بيبقى عقد كامل بفلوس كامله يخضع للضريبه طبعا، حكومه طبعا، خد بال حضرتك. انا عندي استثماريه، انا بقى طالب او اتحاد الكوره بالكشف او الاعلان عن خضوع كل عقود اللعيبه في الانديه الاستثماريه الخاصه للضريبه كامله، بمعنى اللي عقده 20 مليون يكون متسجل في العقد 20 مليون. لا لا استنى استنى، واللي عقده 60 مليون يكون مكتوب في العقد 60 مليون. محتاج افهم اكتر، معلش فهمني. أنا في يعني بعض النجوم، ممكن تنسى، في بعض النجوم في بعض الأندية عقودهم مخطية 56 مليون مثلا، حلو، في السنة، حلو. اللي موجود في العقد اللي راح اتحاد الكورة كام؟ معرفش، أقل من كده بكتير. طب وبتتحسب إزاي؟ ما هو بياخد فلوسه إزاي؟ بياخد فلوسه بره العقد، حاجتين بره العقد، بيبعد عن الضرايب، فين ضريبة الدولة؟ بيبعد عن الضرايب. النقطة الثانية النسبة، يا جماعة ده كلام خطير جدا. طبعا نسبة رسوم القيد، يعني هل حد عنده في، أنا برضه هنا لازم، أنا بقول لحضرتك أهو يا كابتن إسلام، لو في حد عنده الجرأة في الجهات المسؤولة عن الرياضة في مصر يطلع يقول لنا لا انتوا اتحاد الكورة، تقصد اتحاد الكورة، انتوا كلامكم غلط، او وزارة الرياضة حتى، انتوا كلامكم غلط يا جماعة، كل العقود عقود سليمة ومكتملة وتخضع للضريبة. ضريبة الدولة، حق الدولة. محمود بيقصد ان ممكن تلاقي لاعب نجم كبير جدا المفروض عقده، انت عارف نماذج طبعا معروف تمام، كلنا كلنا عارفين ان ممكن تلاقي لاعب عقده مثلا بطبيعه الحال في ظل الارقام المدرجه والمعلنه حاليا ما يقلش عن 20 25 مليون جنيه، لما تشوف عقده المسجل 6 مليون جنيه، 3 و6 ازاي يعني 6 مليون جنيه؟ طب هو بيتعمل كده ليه؟ طب واشمعنى في الاهلي العقد بيتعمل اللي ب 10 مليون في العقد ب 10 مليون؟ اشمعنى؟ واللي عايز زياده بيعمل اعلانات، اشمعنى؟ والاعلانات بياخدوا عليها ضرايب برضه، بياخدوا عليها ضريبه، صحيح. كل ده كمان يا كابتن، الانديه الحكوميه تخضع للضريبه، صحيح. والا يا كابتن الجهاز الاداري لاي نادي يتحول للنيابه فورا، صح. خلي بالك الموضوع ما فيهوش هزار، الانديه الحكوميه طبعا طبعا، الموضوع ما فيهوش هزار خالص يعني، وياما شفت على فكره.